يا جماعة يعني بقد إيه بحاجات بسيطة جدا ممكن تسعد بيها اللي قدامك، وخصوصا كمان بقى لما يكونوا من إخواتنا أصحاب مرضى السرطان. طبعا بيبقى شيء صعب جدا لما بيبتدي علاج الكيماوي بيفقد شعره، لكن الأمل لسه موجود، وبرضو عندنا في شباب بيفكروا بشكل مختلف جدا وبيدوم كمان بسمة أمل في الحياة. معنا اتنين أصحاب فكروا وقرروا ان هم يجمعوا خصلات الشعر علشان خاطر اخواتنا اصحاب مرض السرطان، ان هم يعملوا لهم باروكه شكلها حلو يلبسوها، البنوته كمان تشوف شكلها بشكل مختلف. هنعرف بقى منهم بشكل اكتر واكبر كمان من يوستينا منير من مؤسسه حمله للتبرع بخصلات الشعر لصالح الاطفال المصابه بمرض السرطان. ازيك يا يوستينا؟ ازيك، اخبارك ايه؟ طيب. وكمان معانا انطوان صفوت برضو من مؤسسي حمله التبرع بخصلات الشعر لصالح الاطفال المصابه بالسرطان. ازيك يا انطوان؟ كله تمام، اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ منورنا. ميرسي، فخورين بيكوا فعلا. بس خليني ابدا معاكي يا يوستينا الاول، فكره انك تساعدي الاطفال مرضى السرطان اللي بيفقدوا شعرهم بسبب التساقط او سبب العلاج الكيماوي، يعني ازاي جات لك الفكره ومن امتى بداتيها ومن امتى بداتي التنفيذ الفعلي فعلا للفكره دي؟ بصي، هو انا شفت فيديو على الانترنت ولقيت ان الناس، يعني شفت فيديو حد متبرع ولقيت قد ايه الاطفال اللي اخدوها كانت فارقه معاهم، وان هي بتفرق كتير جدا في نفسية الناس، ان هي يعني والعلاج وكده، ان هم يبقوا عندهم بواريك. ولقيت ان محتاجة 20 سنتي ده اقل حاجة، فلقيت ان الموضوع كويس ان احنا ممكن نعرف نشتغل عليه، يعني الناس كتير هيبقى عندها استعداد ان هي تتبرع بشعرها. يعني طب انطوان، يعني ايه اللي خليك تفكر انك تنضم ليوستينا وتعملوا المشروع ده؟ يعني بشكل شخصي ليك انت، ايه ان في ناس كتير فعلا كنت شفتهم بيسالوني على الموضوع ده من قبل ما يوستينا تبداوا، ان هم عايزين يقصوا شعرهم، لان احنا كنا بنزور دايما مستشفى 57 وبنشوف الحالات اللي هناك ونفسنا نساعدها. فمن ضمن المساعده ان كان في ولاد بتقص شعرها تضامنا مع الولاد، فالبنات كانت عايزه تقص شعرها. فبس ما كانش في يعني حد لسه اخذ الخطوه او مش عارفين نعمل ايه، لغايه ما يوستينا مجرد ما اول حد قص ونزل الصوره فده فرق كتير، ابتدينا الناس كلها تساعدنا. يعني يوستينا بدات اول واحده، انت اللي اتبرعتي بشعرك. احنا دي صورتك يا يوستينا؟ دي صورتك. احنا لما قصينا كنا لسه ما بداناش البيج او اي حاجه، ان احنا يعني انا جات لي الفكره. ممكن تحكي لي يعني ازاي خدتي قرار ان انت تقصي شعرك وتتبرعي بيه، وعملتي ازاي ده على السوشيال ميديا عشان توصل للناس؟ بصي، وانا فكرت في الموضوع ان انا ابتدي يعني، ولما كلمتني قال ان هو يعني اديني فكره برضو هو حاببها، ورحت مره الكوافير وقلت له قص، يعني ان انا الم شعري واقص الماكسيمم اللي ممكن يتقص، وشعري قصير برضو اللي هو بيبقى شكله لطيف يعني. فقصيت شعري يعني قصيته الماكسيمم الحاجه اللي ممكن تتقص، وبعد كده بعت تاني صوره وقلت له نبتدي بقى خلاص. وبعد كده الاول صحابنا بدانا بيهم، يعني الناس لما كانت بتشوفنا بنقص شعرنا، يعني لما شافوكي عملتي كده تشجعوا منك، وبقينا بنشجعهم وبنقول لهم يعني الموضوع بيبقى لطيف وبنساعد ناس، وناس كتير قوي يعني حبت الموضوع. وبعد كده عملنا يعني بدانا ان احنا نبتدي البيج واحده واحده، ان هي كل تكبر. تكبر. الاول كان صحابنا، بعد كده الموضوع بقى بيكبر. معانا صور لمتبرعات بشعرهم. مع الوقت بقينا بنطلب من الناس ان هي تجيب صور علشان الموضوع يبقى اكتر، بنشجع ناس تانية ان هو يبقى هادف الموضوع. طيب جدا. طيب انطوان، يعني اتكلمنا شويه عن دورك في المبادره، بتعمل ايه وانت كمان يعني كراجل بقى؟ يعني قول للبنات ممكن شويه ان هم عندهم الموضوع اسهل، ان هم ممكن يقصوا شعرهم. دورك بقى في المبادره؟ اولا الموضوع السوشيال ميديا اكتر دوري، يعني هي يوستينا مجرد ما قصت شعرها وقالت ان هي خلاص قصت والصوره معاها وكده، تمام. فابتديت ان انا اشتغل على مجموعه من صحابي عاملين خدمه اسمها رساله فرح. المفروض ان احنا يعني بنخدم برضو مستشفى السرطان، بنروح نعمل حفلات وكلاون والحاجات دي. فمجرد ما عرفوا الموضوع شاركوا بنسبه كبيره، يعني جمعنا حوالي 20 ضفيره اول ما ابتدينا. حلو جدا. مع المجموعه دي. أي. فمجرد ما ابتدينا خلاص ابتدينا قلنا طب نكبر الدايره. فابتديت اعمل ايفنت، لان انا يعني على الفيسبوك بشتغل اكتر. يعني انت المنسق واللي بتعمل الدعايه للموضوع بشكل اكبر يعني. بس فعملت الايفنت اوبن، فمجرد ما عملنا انفايت الناس بقت تعمل انفايت لبعض. وخصوصا ان الموضوع قليل قوي في مصر، يعني
يعني في ناس كتير جدا في مصر نفسها تتبرع بشعرها. بالظبط ده اللي كنت عايزه اقوله لك، هم في ناس تبقى عايز تتبرع بس مش عارفه تودي الشعر ده فين او المكان المناسب، صح؟ احنا في الاول انا ما لقيتش حد، يعني احنا لما جيت اقص شعري ما لقيتش، فدي كانت الفكره ان احنا نجمع ونبتدي احنا نعمل يعني انت لما قصيتي شعرك ما كانش في حد معين عايزه تتبرعي بشعرك ليه؟ هو انا كنت عايزه حاجه تروح لاطفال بس انا لما دورت ما لقيتش حد ممكن يساعدني او لحد مثلا بيجمع شعر بيوديه المستشفى فان هو يقدر يعني ان هو ياخد من الشعر. ففكرت ان احنا طب ليه ما يبقاش احنا نجمع ناس ويبقى احنا اللي بنعمل البواريك، ما نبقاش مستنيين ان بنفسكم حد. يعني طب انطوان انتوا جمعتوا لحد دلوقتي كام ديفيره؟ وكمان المفروض كل ديفيره بتاخد كام، كل باروكه بتاخد كام ديفيره؟ اول حمله كان 100 ديفيره، تمام. تاني حملة لغاية دلوقتي معانا 150. بس دول لسه ما دخلناش في مرحلة البواريك. تمام. يعني احنا بس لسه بنجمع من الناس لغاية ما نشوف ازاي هنقدر نعملهم باروكة. يعني ما فيش حاجة تمت على أرض الواقع بشكل معين؟ لا، الحملة الأولانية في اللي هم 100 ديفيرة اتسلموا خلاص. سلمتوه. هايل جدا. وأشكال مختلفة طبعا بكل يعني بتاخدوا مقاسات الأول ولا؟ لا هو التوفير احنا يعني بعد ما بنلم الشعر ده الاول بناخده نفلتره الاول، تمام، نشوف الناس فعلا جايبه المقاسات مظبوط ولا لا، ونحط كل ضفيره في كيس ونكتب عليها كام سنتي على اساس ان الراجل برضه يبقى سهل ان هو الحاجه لما يجيله يشتغل. في بقى باروره بتاخد 4 ضفاير 5 ضفاير، هو بيعمل مقاسات مختلفه بقى. يعني هو بيعمل كوليكشن ولاد وبنات. باريك طويله وقصيره واشكال مختلفه ولا كله شكل واحد؟ لا مختلفه عشان تليق، وهي كمان حسب المتبرعين لان في ضفاير بتبقى قصيره في ضفاير بتبقى طويله. هو حسب بقى الشغل بيطلع معاه عامل ازاي. حلو قوي. طيب يوستينا انت لما عملتي الصفحه على الفيسبوك وعملتي او اتبرعتي بالشعر وحطيتي الصور وكل حاجه، ردود فعل الناس كانت عامله ازاي؟ الاستجابه من الناس كانت شكلها ايه؟ بصي هو احنا ما كناش متوقعين ان حد غير صحابنا الاول ان هو هيتبرع لنا، علشان احنا اصلا ولا احنا مش تبع حاجه ولا كانوا هما شايفين حاجه. يعني المره دي لما بنجمع والناس شايفه ان احنا قبل كده ودينا المستشفى اول مره احنا ما كناش عارفين ان الموضوع انتشر جامد جدا. وكان كميه ناس بتكلمنا تتبرع لنا كبيره وهما مش عارفين احنا تبع ايه، بس يعني بس واثقين فيكم. بنتكلم فاللي هو بيبقوا واثقين فينا لما بيكلمونا يعني. و يعني مش ع... يعني مش عارفه هما يعني الناس كانت هي حابه تعمل الموضوع. الناس حابه وفي ناس كانت قصه شعرها بتقول بندور على حد بقالنا فتره. واحنا اوريدي كنا بناخد من كل الناس، يعني احنا الناس اللي لسه هتقص بنقول لها الشعر يبقى طول كذا بيبقى معمول كذا، بس في ناس اوريدي كانت بتكلمنا بتقول ان هي قصه شعرها بقالها فتره وبتدور على حد، كنا بناخد من كله يعني. طيب انطوان انت يعني البواريك دي بس بتتعمل للاطفال البنات ولا كمان الولاد؟ لا الولاد كمان بيتعمل عادي ليه؟ يعني زي ما يوستينا قالت في ناس كانت قصة من قبل ما نقول ال 20 سنتي، ففي ناس كانت بتجيب 10 سنتي 15 سنتي، فالمقاسات الصغيرة دي مش هينفع ان هو يعمل فيها باروكة طويلة للبنت. ممكن يعمل باروكة الولد. فبتبقى صغيرة على قد الولاد. هو انتم مقتصرين بس على الأطفال من مرضى السرطان ولا بيبقى في مصابين في سن كبير يعني من مرضى السرطان سواء سيدات أو رجالة؟ هل بتساعدوهم برضو تعملوا لهم بواريك ولا هي مقتصرة على الأطفال بس؟ بصي احنا البيج مختصر يعني كل الشعر اللي بيجي لنا بيبقى للاطفال بس. بس احنا ساعات في ناس بتتبرع ببواريك، فالبواريك دي بتبقى مقاساتها يعني كبيره، فبنبقى قايلين لهم ان احنا البواريك دي مش هتروح المستشفى، بس لو حد كلمنا وقال ان هو محتاجها هنديها له. فاحنا يعني بعدد البواريك اللي معانا ده اللي بنقدر نتصرف فيه، بس الشعر اللي بيجي لنا كله لا، يعني كله بيروح، الضفاير كلها بتروح لبواريك اطفال. صناعه البواريك مكلفه؟ جدا. ازاي؟ احنا لما بنروح نسال في اي توفير لو عايزين نعمل باروكه او حاجه طبيعي بيقول لنا مثلا 5000 4000 باروكه الواحده. دي البدايه. لان اصعب حاجه فيها الشعر نفسه. يعني حتى اصعب لو انتوا معاكوا الشعر تكلفه الباروكه بتبقى مكلفه قوي. لا ده مينيموم بتبقى 5000. حتى لو معاكوا الشعر؟ لو معاكوا الشعر؟ تفصيلها هو المكلف؟ لا الباروكه نفسها ولا انتوا يعني هو اللي كمان بيعمل لكم البواريك بياخد مقابل ولا برضه مشارك معاكم بيساهم بالخير يعني؟ اللي يعني اول حمله كان في سبونسر، تمام، فهي الاستاذه دينا عبد الكريم دفعت المبلغ كله للمكان اللي هو عملهم. تمام. تاني مره اللي هو دلوقتي احنا بنحاول نشوف في صالون او كوافير في ناس معانا اوريدي بس بيبقوا بطاق شويه لان هو ما بياخدش مقابل مادي
على العمل الخيري ده. فمش الموضوع بياخد وقت. فبياخد وقت. عكس لما بندفع طبعا الحاله بتخلص بسرعه يعني. بيبقى شغل عادي. احنا معانا على الشاشه صور للبواريك اللي هي بعد تبرع السيدات بالشعر. دي بقى البواريك بعد ما اتعملت. دي اتسلمت المستشفى. زي ما احنا شايفين في منها الطويل وفي منها القصير وفي منها الكارين. انتوا بتعملوا ستايلات كمان مختلفه. جميل. يعني بتفرحوا الاطفال بجد. مفيش صور مع الاطفال نفسهم؟ لا هي مش موجوده؟ لا ممنوعه. ممنوع؟ المستشفى مش بيبقوا حابين. طب احكوا لنا بقى عن شعور الاطفال بالموضوع، قابلتوهم؟ طبعا. احساسهم ايه؟ يعني طبعا يوم التسليم ده ربنا يشفيهم ويعافيهم جميعا يا رب. امين امين يا رب. يوم التسليم يعني كنا شارحين كمان بس نودي البواريك دي للاطفال، عملنا لهم يوم يعني ترفيهي، كلاون الساحر، جبنا لهم هدايا على اساس نفرحهم برضو بكل الطرق. طرق يعني. ودخلنا على الاطفال نفسهم سلمناهم البواريك دي. طبعا يعني بيفرحوا جدا بيها. مين بقى بينقي دي لده ودي تليق على البنت دي؟ مين اللي كان بيعمل ده؟ المستشفى ولا المستشفى؟ مستشفى. احساسهم طبعا بعد ما لبسوا الباروكه حسوا بايه؟ يعني انا برضو عايز اوصل للمشاهدين انتوا شايفين ايه؟ فاهم؟ يعني ده اللي انا عايز اوصله لهم. لا طبعا يعني هي حاجه يعني بتفرحهم جدا، لان هو يعني على طول شايف الدكاتره، شايف الناس اللي بتزوره، شايف اهله، شايف كل الناس حواليه بشعر يعني. حتى لما بيتفرج على التلفزيون شايف الناس كلها بشعر. انا بس عايز حاجه مهمه جدا، معلش يا جماعه، بصوا اهم حاجه في علاج الكانسر يعني او مرض السرطان هو العلاج النفسي. اهم حاجه العلاج النفسي قبل العلاج الكيماوي. صح. والعلاج اللي هو بيتاخد ليه ادويه. لان انا بس ليه كنت عايز اوضح الجزئيه دي بالذات يا انطوان، عشان خاطر اوضح للناس ان يا جماعه لو في حد نعرفه ربنا يعني ميزه بمرض السرطان ربنا هيشفيه ويعافيه ان شاء الله، بس لازم احنا كمان نحتويه وناهله نفسيا، لان النفسيه هي اهم عامل للقضاء على السرطان بالنسبه لي يعني. صح. طيب يعني المبادره بتاعتكم كويسه جدا ومفيده يعني وهايله، بس انتوا بتفكروا توسعوها ازاي؟ يعني ان انا على حد علمي انتوا يوستينا وانطوان بس في الحمله دي لوحدكم، ما بتفكروش توسعوا المبادره تعملوا حملات اكبر في مناطق او محافظات تانية مختلفه؟ يعني انتوا بتفكروا في ايه؟ يعني ازاي عايزين توسعوا من المبادره بتاعتكم؟ بصي، واحنا اوريدي مش اسكندريه بس يعني احنا في ناس من القاهره وفي ناس من بني السويف ومحافظات كتير جدا بيكلمونا، وفي ناس من الناس اللي كلمتنا بيبعتوا لنا بالبريد او اي شركه شحن، وفي ناس اوريدي من المحافظات دي بداوا ان هم يجمعوا شعر، بداوا ان هم يجمعوا في القاهره، ولما يجمعوا كميه يبعتوا لنا. ففي اوريدي في ناس بتشتغل معانا من الناس اللي اتبرعت بالشعر. واحنا بنبقى محتاجين بقى دايما سبونسر او اي حد، ان احنا نبقى عايزين او كافر او اي حاجه عشان نبقى عايزين الموضوع يبقى اسرع. انتوا محتاجين ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا محتاجين يبقى حد سبونسر او كوافيرات معانا، ان هي تبقى اول ما نجمع كميه شعر على طول يتاخد يتعمل، ما نبقاش محتاجين نبقى بنجمع كميات كبيره ويبقى في كذا حد بيشتغل معانا مش حد واحد، علشان بس يبقى على طول الموضوع مستمر مش كل فتره يبقى اسرع. يعني انتوا محتاجين سبونسر. طيب يعني يا جماعه من خلال يعني حلقتنا اللي بيتفرج علينا اي حد كوافير صالون يعني لو يقدر يساعد فعلا مرضى السرطان ويساعد الشباب الجميل ده ان هو يعملوا بواريك باما بدون مقابل او بمبالغ رمزيه جدا جدا، يعني يا ريت يبقى في استجابه للمبادره دي. لا بجد هي فعلا فكره حلوه، واكيد هتلاقوا ناس كتيره جدا تساعدكم لانه ناس بتحب تعمل خير. صح. خصوصا للاطفال. هو انتوا اسمكم على الفيسبوك اير دونيشنز فور كانسر كيدز. نهى معانا يا نهى. اوكي يا ريت نكتبه عشان يا جماعه لو اي حد حابب يشارك الشباب معانا بفعل الخير. هم معاهم بيجي لهم خصلات الشعر، خصل الشعر بيجي لهم جاهزه، هم مش محتاجين بس غير ان حد متبرع، ان هو من الناس بقى الشطار بتاعتنا، اي كوافير اي حد عنده الخبره في الموضوع يجمع لهم الشعر يتعمل باروكه علشان خاطر نوديها لمستشفى السرطان او اي، مش عايز اقول بس يعني مسمى واحد، لان احنا عندنا كذا مستشفى للسرطان، او اي حد كمان من اخواتنا عنده مرض كانسر يعني ممكن نساعده بيها. كمان يا جماعه اللي عايز يتابع الصفحه بتاعت الشباب اللي هي هير دونيشنز فور كانسر كيدز هيلاقوها على صفحه انبوكس على الفيسبوك وعلى الانستجرام، احنا عملنا لها شير، واي حد عايز يوصل بسهوله يدخل على انبوكس هيلاقي الصفحه دي. طب انا عندي فكره، خلينا نفكر كده مع بعض. يلا بينا.
بما ان انه الكوافيرات والصالونات بيبقى الموضوع مكلف جدا واكيد محدش ممكن برضو يعني الوقت بفلوس، طب ليه ما فكرتوش تعملوا ورشة انتوا وتجيبوا المكنة بتاعت تفصيل الشعر والباروكة والمواد الخام بتاعتها وتجيبوا حد متخصص في تفصيل البواريك، عامل مثلا معين يكون بسيط او عايز يشتغل بشكل اوسع لو هو بيشتغل عند حد، وتقدروا انتوا تبقى الورشة دي بتاعتكم، وساعتها كده محدش هيقدر يعني يتحكم في الوقت، انتوا اللي هتتحكموا في الوقت وهتتحكموا في المبلغ او في الفلوس، يعني ما فكرتوش في كده؟ بصي احنا فكرنا في كده بس من قريب وبدأنا ندور، يعني احنا كمان كنا بنفكر ان احنا يبقى في حد حتى بيتعلم او حد ان هو يبقى محتاج، هتلاقي ناس كتير جدا يبقى ده شغل ليه دخل ليه بالظبط ومرتب سهل يتجمع يعني كل شهر بس احنا محتاجين يبقى معانا خبرة حد ان هو انواع اللي هو الشبك او اللي بيتعمل الحاجة اللي بتخيط عليها الشعر، يبقى جايبين ماتيريال كويسة نبقى عارفين هنجيب نوع ايه، عشان ده برضو الاطفال، والاطفال بيبقى يعني هما بيبقوا غاضين كيمو وحاجات مش مستحملة معينة عشان ما تبقاش مثلا تعمل حساسية او تعمل بالظبط صح حاجة طبية مثلا بالظبط، فاحنا محتاجين نبقى عارفين الماتيريالز اللي هنشتريها علشان طب ما دي سهل تعرفوها، بس دي حاجات بسيطة جدا من المستشفى نفسها هيديكوا المواصفات للحاجة الطبية اللي انتم ممكن تشتغلوا بيها او الحاجة الصناعية اللي ممكن تشتغلوا بيها. لا المستشفى احنا اتكلمنا كذا مرة، هم بيقولوا لنا ان هم الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يعملوها لنا ان هم ياخدوا مننا البواريك لما تعمل. لا مش فهماني، يدوك المواصفات يعني الطبية اللي هي ممكن الاطفال او اللي تعملهم حساسية او تعملهم مضاعفات على جلدهم ممكن مثلا يعني ممكن يكون في حد متخصص عليه. دكتور جلدية مثلا تبع مستشفى السرطان يقدر يساعدكم في الحاجات دي، هيدلكوا الجواب النهائي اكيد هيقول لك دي المواصفات اللي ينفع نشتغل بيها بالنسبة للبلاستيك بالنسبة للحاجات الصناعية، علشان اكيد طبعا زي ما انت قلت هم بياخدوا يعني كيماوي ربنا يا رب يقويهم ويعافيهم فممكن تأثر عليهم بشكل مختلف شوية تعملش حساسية، ومن خلالها بقى تقدروا تعملوا المشروع الصغير ده منه انه انتوا تقدروا تتحكموا في الموضوع بنفسكوا، ودي كلها حاجات بسيطة ومش محتاجة يعني تفاصيل كتير، مجرد ان يبقى في عامل او شخص معين متخصص في صناعة البواريك او الشعر هيساعدكوا وهيقدر يمدكوا بكل المعلومات ويقول لكم حتى ايه الحاجات اللي ممكن تبقى صحية للاطفال وما تبقاش مضرة لجلدهم او لراسهم، يعني خصوصا الكيماوي بيأثر عليهم. يا شباب كتر الف خيركم وربنا يجازيكم كل خير يا رب ان شاء الله، وعددكم هيزيد انا عارف الخير لما بيبدا باتنين بيبقى 2000 اسمعوا كلامي، يعني قريب ان شاء الله هنستضيفكم تاني باذن الله، وانا متاكد هيكون معاكم بقى المشروع بتاعكم جاهز كله، هتجيبوا الناس وهتجيبوا المعدات وكل حاجه تبقى جاهزه ان شاء الله، واصحابنا اكيد طبعا والمشاهدين اكيد طبعا كمان، يعني كتير جدا مننا بيحبوا يشاركوا في اعمال الخير. يوستينا وانطوان نورتونا جدا، ميرسي يا فاروق. شكرا يا نوران. كده احنا حلقتنا خلصت، نشوفكم في حلقه جديده من انبوكس كلها فقرات يا رب تعجبكم، ودايما نحوز على رضاكم. باي باي.